تم عقد الدوره الجلسه الاولى من الدوره العاديه لشهر اكتوبر 2022 اللي فيها واحد المجموعه ديال النقاط وعلى راسها كان نقطه اللي هي مهمه اللي هي برنامج عمل الجامعات القليعه. اليوم كان شويه ديال الشوشره من طرف المعارضه، من طبيعه الحال ما تقبلوش اقاله عضو من المعارضه بناء على القانون التنظيمي 113/14 خصوصا الماده 67 منه اللي تينص على انه اذا تغيب عضو من طبيعه الحال ترى ثلاث دورات متتاليه يتم معاينه الاقاله من طرف المجلس، وهذا اللي ما راقش من طبيعه الحال الاخوه ديال المعارضه، وكذلك تم الشوشره على باقي نقاط ديال جدول الاعمال ديال هذه الدوره هذه، مما جعل مناقشتها شيئا امرا صعبا من طبيعه الحال مع التعالي ديال الاصوات ديال المعارضه. احنا مجموعه ديال النقاط تسعود ديال النقاط للتداول المصادقه ما خلوش حتى شي واحد يتداول في هذه النقاط هذو، وبالتالي كنمروا ديريكتومون المصادقه مصوتون بنعم والرافضون والممتنعون. لذلك اقول من هذا المنبر هذا ان الكل كيخص يساهم في التنميه ديال هذه الجامعه هذه. في جدول الاعمال في واحد المجموعه ديال النقاط ايجابيه بالنسبه للجامعه ديال القليعه، بالنسبه للتنميه ديال الجامعه ديال القليعه ما فيهاش غير معاينه اقاله عضو ديال المعارضه، لذلك يجب ان نركز على النقط اللي هي مهمه جدا للتنميه ديال الجامعه القليعه، عوض ان المعارضه تركز مناقشتها على نقطه واحده وواحده فقط.